بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلبة، اليوم نبدي معكم محاضرة جديدة من محاضرات الرسم الهندسي باستعمال برنامج الأوتوكاد. مثل ما علمناكم، الأوتوكاد اللي نستخدمه هو بفيرجنات مختلفة. فمثلا اليوم راح نشتغل على اليمن على برنامج أوتوكاد 2017. علمناكم بالأوتوكاد بصورة عامة شلون ترسم رسم، وشلون تستخدم أوامر الرسم وأوامر التعديل، وشلون مثلا هسه احنا هسه نريد نبدي فد شيء جديد، فلازم شو نقول له؟ نقول له نيو، وهو يختار ها تمبلت عندنا موجود، اي واحد معتهن نقول له اوبن. فعلمناكم شلون نستخدم اوامر الرسم واوامر التعديل. هسه مثلا عندنا هاي بالهوم، هاي اوامر الرسم، وعندنا هاي اوامر التعديل، هاي الدايمنشن وغيرها الى اخره. فهنا عندنا هواي امور. هسه لو لاحظ احنا من فتحنا هذا الاوتوكاد، صراحة صار الاوتوكاد هذا 2017 ما بنشتغل عليه هواي، بس اغلب الامور هي واضحة قدامك. هسه مثلا هاي الشاشة لونها اول شيء ابيض، علمناكم شلون نحولها الى اسود. اضافة الى ذلك عندي الشاشة مخططة، فارجع هنا اكو عندي هنا يسمونه شنو جريد، الجريد انقر عليه فرجعت شنو الصورة بيضة او الشاشة بيضة. فاليوم ناخذ درس انه شلون نرسم دائره كهربائيه مبسطه باستخدام الاوامر اللي تعلمناها، باوامر الرسم اللي هنا موجوده عندي، وباوامر التعديل اللي موجوده ايضا هنا زين، واضافه للتكست وما شابه ذلك. اول شيء هسه نجيب الرسم. احنا ابسط طريقه انه نجيب بها الرسم، يعني انا عندي الرسم هذا مثلا موجود، هذه انا مسميه رقم 3 هذا اللي تشوفونه قدامكم زين. فهذا شو نسوي؟ ابسط طريقه نستخدمها انه شو نسوي؟ نجيب هذا الرسم نقول له كوبي، نقول له كوبي هنا زين، ونجي المن للبرنامج هذا مالتنا، نجي المن للبيست، هاي البيست نقول له بيست. فسوى اعطاني هذا المربع، هذا المربع انا اقدر اتحكم به، انقر هنا نقرا، واقدر اتحكم بالحجم مالته والكبر. فلو نلاحظ هسه احنا نقرنا عليه، احوله وين للاورثو حتى شني اسيطر عليه شلون، يعني خليه بهذا الوضع، وبعدين انقر صار عندي الرسم هنا. ليش؟ لانه ما اقدر انا افتح شاشه او نافذه ثانيه بالرسم، ونافذه الاوتوكاد هم عندي موجوده، تصير عندنا عمليه صعبه. فافضل شيء انه اجيب الرسم اخليه قدامي هنا موجود، وبعدين انه شو اسوي؟ ابدي انقل من عنده شويه شويه زين. فعندي هسه هذا الرسم اللي قدامي، ايش بيه؟ بيه هاي الاشكال الهندسيه. ابدي اما ابدي من الاعلى نحو الاسفل، او ابدي من الاسفل نحو الاعلى بكيفي، يعني ما عندي مشكله. فهسه لو نبدي من هنا، لو نبدي من هنا، اكو مرات شو نسوي؟ نرسم فوق الرسم، نرسم فوق الرسم. بس مرات الرسم شنو بيه؟ مثلا هاي الدائره تسويها على شكل بيضاوي، لان تعرفون الدائره ما تجي عدل بالصوره فتتحول الى بيضاوي، فما يعطيني الشكل الصحيح. او مثلا شنو بي صاير انه الرسم ماخذ بالعرض، فانا لازم شنو انه اقلل من العرض مالته او فد شيء. فخلينا نتعامل ويا الصوره كما هي مثل ما موجود عندي. فابدا ارسم هسه، ايش بي هذا على مود انه السرعه؟ اول شيء بي هاي الدائره، اجي هاي اد السيركل، انقر عليها، اختار سنتر اند راديوس، فاختار هنا عندي دائره هاي موجوده هنا تقريبا بقد حجم الدائره اللي موجوده عندي بالرسم. هسه هاي اول وحده زين. هسه نجي ايش عندي هنا؟ لو تلاحظون عندي مروحه، هاي عندي مروحه، قبلها اكو عندي دائره صغيره بالنص زين. فاجي اول شيء امثل الدائره اللي بالنص اللي هو ايضا سنتر وراديوس، فهاي تقريبا هي هاي صارت عندي هاي الدائره الصغيره. فايش اسوي الدور؟ انه ارسم هسه عندي كم ريشه بيها؟ عندي اربع ريش، ارسم واحده والبقيه شنو اكررهن. فالريشة الأولى هاي عبارة عن شلون صار هسه اريد ارسمها، عبارة عن قوس واحد وقوس ثانية وقوس ثالث زين. فأقدر ارسمها بهاي الطريقة اللي موجودة عندي زين، هاي الطريقة اللي موجودة. أو مثلا شنو ارسمها على شكل دوائر وبعدين أقطع بيناتهن، يعني بكيفي. هواي عندي خيارات زين، خيارات هواي عندي موجودة. بس هسه خلينا نرسم واحدة وبعدين نكررها. هسه هذا نجي أول واحدة بحيث تطلع قريبة عليها. فش نسوي؟ نجي نختار الارك، هذا الارك اللي هو شنو؟ اللي هو ستارت وسنتر واند. فلو نجي مثلا هاي اول وحدة
طبعا نوخر الأورثو حتى أتحكم بالقوس مالتي، وهذا عندي ثاني، وهاي مثلا عندي الاند هنا، بس نلاحظ انه صار عندي القوس يعني كلش كبير، فانا اتحكم بيه من هنا، صار شوف تقريبا مثل ما موجود عندي هذا بهالشكل هذا. زين، هسه اجي شو اسوي؟ هذا القوس اريد اكرره بشكل ثاني، شو اسوي؟ اختار ميرور، افضل شيء انه ميرور، هذا انا مختاره اصلا. اجي للسنتر، واجي شو اسوي؟ اختار وين النقطة اللي هنا نصير، احدد النقطة الثانية، فصار عندي شنو؟ واحد ثاني مقابل اليه مباشرة. زين، اجي الدور بعد للقوس الثالث اللي هو هذا، ستارت سنتر، راح من عندي لانه ما كان مثل يعاز. فش اسوي مره ثانيه؟ اروح للميرار، اختار الاوبجكت، كليك ايمن، يجي لي يحدد البيس بوينت اللي هي هاي، حددها هنا أنا تقريبا، اختار النقطه الثانيه، اقول لك كليك ايمن، يقول لي تريد تمسح القديم لو لا، اقول له نو، ما تمسح هسه تكرر عندي كمل. اجي ايضا اختار القوس مره ثانيه، اجي هاي وحده هنا، هاي اثنين، وهاي ثلاثه، فصار تقريبا نفس اللي موجود عندي، يعني مقارب إليه، مقارب. إذا أريد أسوي ضبط يعني بشكل يعني أنه مثله مشابه إليه، بش أسوي؟ لازم أنه أباعد أو فتشي أو أستخدم فد إعازات ثانية، بس ماكو مشكلة عندي. يعني هسه مثلا إذا أريد بالضبط مثله، لازم شو أسوي؟ أرجع هذا، هم أرجع للمرار، أختار هذا، كليك أيمن، لازم شو أسوي؟ شوية أنه أكبر المسافة هاي بيناتهن، فأقول له نو، وأجي بعدين للآرك، فأقول له هاي وحدة، هاي نقطة ثانية، وهاي نقطة ثالثة. هسه تقريبا طلع مشابه إليه، مشابه للي موجود عنده هنا. زين، هسه لازم شنو؟ أكرر هذا، أسوي أربعة. فش أسوي؟ أجي أختاره، أروح وين؟ أروح للأري. الأري شنو نوع الأري؟ ركتانجلر لو باث لو بولر؟ بولر، أختار البولر. زين، فشي يقول لي هنا؟ يقول لي سبيسيفاي سنتر بوينت اوف اراي، هاي السنتر بوينت، هاي السنتر بوينت. زين، انا شريد كم ايتم؟ الايتمات مو ستة، هسه وش اختار لي ستة؟ اختار اربعة، ويقول لي اوكي. زين، هو مختار لي ستة، فمن اختار انا اربعة، رجع اختار اربعة. طبعا شنو؟ كل فيرجن له خصوصيته، فصارت عندي تقريبا نفس هاي اللي موجودة عندي. زين، هسه اجي الدور شو اسوي؟ ارسم هذا الخط، عندي 3 خطوط، هذا واحد باللاين، هذا الخط الاول يجي لهنا، افعل الاورثو حتى يجي عدل، هذا اول واحد يجي، بعدين شني خليه يستمر هاي منها، واحد ثاني ويستمر تقريبا لهنا ويوقف. فش اسوي؟ اجي انه استخدم دائرة هنا، وين صايرة الدائرة؟ لو تلاحظون اكو عندي هنا، اكو توقفت هاني، اكو توقفت هنا، خلينا نشوف والله شقد حجم الدائرة، يعني تقريبا هالشكل هذا، خلينا نكبرها شوي حتى نتحكم بيها. هسه هاي اوكي، لا هسه هاي صغيرة، لازم شو نسوي؟ نرجع نكبرها، نكبرها شوية، شوف اوكي تقريبا، شوي بعد ارادها تتكبر، نرجع نصغرها، شوي بعد تصغر، زين. هسه تقريبا يعني هي هاي اللي اريدها احنا. نرجع نقربها عند النيهة، يعني هسه مثلا اقول لها موف، نجيب الموف عند النيهة، هو هذا مكانها الحقيقي اللي راح نردناه من البداية. زين، تقريبا هنا شو اسوي هسه؟ الدور لازم امسح الفراغ اللي موجود عندي هذا،
شو اسوي؟ اختارها، اروح لوين؟ لترن، يجي سلكت اوبجكت، اختار هذا الاوبجكت، تكليك ايمن، شنو الشغلات اللي اريد امسحها؟ اول شيء هذا بالنص وهذا الجزء الثاني، زين. فصارت عندي تقريبا مثل هاي اللي اريدها انا، زين. ارجع شو اسوي؟ هاي استنسخها، هذا كله استنسخه حتى كرره. شو اقول له؟ اقول له كوبي، ومنين اختار؟ اختار منها افضل حتى اعرف اني هاي وين راح اخليها. اوخر الاورثو، الاورثو اللي ينفع له اني اصلا. فهاي عندي وحده هنا أنا تقريبا راح تصير هاي بالنص، وعندي وحده هنا أنا هم راح تصير بهاي الجهه. فصارن عندي هاي 3، زين. هسه اني شو اسوي؟ عندي هاي الزيادات، شو اسوي؟ هاي اختاره واروح للترين، امسح هذا الزايد اللي هنا أنا موجود، وامسح هذا الخط الزايد، واقول له انتر، زين. هسه عندي بقت شنو؟ هاي الدائرة اللي بالنص، هاي عبارة عن دائرة صغيرة انا ارسمها بيدي. اجي هذا تقريبا بهالشكل هذا، شوي اكبرها، تمام. شو اسوي؟ اظللها بالاسود مثل ما هو موجود. اروح وين؟ اروح للهاتش، هذا الهاتش صلت، اختار هذا، اقول له سلكت بوينتس، هاي اقول له بيك بوينتس، هاي البيك بوينتس، كليك ايمن، انتر، زين. هسه هاي ابدي اكررها، اختارها، اختارها هي والتظليل مالتها، هي والتظليل مالتها، واقول لها كوبي سنتر بوينت، هذا اللي هو وين صاير هسه؟ هذا، اي هذا، تمام. هسه اخذ، زين. اجي وين؟ دور بعد هاي الثالثة، بحيث هو من يأشر عندي انه هو السنتر مال الدائرة، حتى لو هاي اذا ما أشر روح وين لحافة الدائرة يطلع للسنتر بوينت. ايه هذه اشوفه، صار عندي 3. اجي الدور ارسم هاي اسهم 3 عندي، هذا منين؟ باللاين. طبعا عشان قبل كل شيء انا ما بخزن، هسه اسوي سيف، خلي مثلا على سطح المكتب، اعطي مثلا دراونج 1 اي او اي شيء، مثلا اي عنوان انا اريد اكتبه، اقول له سيف، زين. اجي هسه شو اسوي؟ ارسم هذا الخط اللاين منين؟ من منتصف هاي الدائره، افعل الاورثو لو انا احتاجيت الاورثو. هسه هذا نزله تقريبا لهنا لجوه، زين. وخط ثاني وياه طبعا المستوى من هنا من منتصف هاي. هسه احنا ما اخذ منتصف الدائرة، لازم من منتصف الدائرة بالضبط، خليه بمستوى هاي هنا. لازم اشر عليه بصفه حتى يدليني انا وين اوقف، فاشر على هاي بصفه، اجي هنا يقول لي هنا اوقف انت، زين. هسه الدور لازم اسوي الاسهم. الاسهم عبارة عن شنو؟ عبارة عن مثلث. المثلث شنو؟ اقدر ارسمه بيمن، ارسمه بهذا البوليجون. البوليجون يقول لي كم سايد عندي؟ اقول له 3، اختار 3، اوكي. شو يقول لي؟ يقول لي سبيسيفاي سنتر او بوليجون، مثلا يقول له هذا، زين. ان سيركل او اوت سيركل، خلينا نقول له مثلا ان سيركل، شوف هسه حدد لي اياه، خلينا نعتبره بهالشكل هذا، زين، اوكي، طلع لي هذا السهم. هسه هذا صغير شوي، لو نكبره نرجع نكبره. شو نسوي اذا نريد؟ نروح للسكيل ونحدد سنتر بوينت، نقول له مثلا 1.5، كبره مقدار 1.5، نشوف الحجم مالته هسه، اوكي، اي هسه اوكي، تمام، تقريبا اوكي. بعد هم نقدر نكبره، بس ماكو مشكله، هسه هذا حجمه اوكي، تمام. شو اسوي؟ لازم اسوي له تهشير. اجي هذا صليت، انقل له وقل له بيك بوينتس، وين اختاره؟ هاي اختاره، هسه صار عندي. والبقيه هم كذلك نفس الشيء. هسه هذا اظلله، اقول له كوبي، اختاره من السنتر، هسه هذا 2، وهذا شنو؟ هذا 3، صار عندي شنو؟ 3 اسهم هنا. اجي الدور ارسم هذا المستطيل اللي جوا، هذا انا عندي موجود هم هنا،
اختار شنو ركتانجولار. الركتانجولار هذا شنو احدده؟ مثلا اخلي الماوس هنا تقريبا نفس الشيء. والدور شو اسوي؟ اختار اسهم. انا الاسهم عندي موجوده، فليش انه اعيدها مره ثانيه؟ فشو اسوي؟ اختار هذا السهم، هذا السهم اختاره، واختار هذا السهم الثاني، اقلهن كوبي كوبي. وين اجيبهن؟ انزلهن هنا مقابلهن، انتر. شو اسوي؟ عندي بس هذا زايد، اما انه بالترن او مباشره منه اقلل طوله. زين، ايش بقى عندي؟ بقى عندي هذا لازم هم ارسم مستطيل، اللي هو هذا اللي بهالشكل هذا موجود. هم اروح وين؟ للريكتانجولار. اجي هم اوقف هنا تقريبا وارسم هذا المستطيل اللي تقريبا بقد هذا المستطيل اللي موجود عندي بهالشكل هذا. هذا اني اواصلهن بحيث يوصلن اليه. زين بهالشكل هذا. شو بقى عندي؟ بقى عندي هاي الخطوط سهلة، هاي انه اجر لي خط مقابل هذا الخط، اوقف هنا واجي لهنا، فهذا اللاين عندي الاول اكو هم لاين مقابلة بالميرور. مثلا اجي لهنا كليك ايمن نو تكرر عندي، اجي ارسم هذا اللاين اللي هو بالشكل هذا للاخير. عندي هاي الخطوط اثنين عندي، هذا اول واحد، الثاني بالكوبي. زين ايش بقى عندي بعد؟ عندي زائد وناقص. زائد وناقص انا اتحكم بيها، اقدر اسوي زائد هنا باللاين بالشكل هذا. وعدي هذا ناقص، بدني شوية بالمور. شو بقى عندي؟ بقى عندي هذا الفراغ بالنص لازم اوخره، هذا اشره وروح وين بالترين، فامسح هذا وطلع عندي هذا نفس الشكل اللي موجود هنا. شو اسوي؟ الدور ارسم مستطيل جوا تقريبا بقده او اكبر من عنده، فهذا نفسه المستطيل اسوي له كوبي واجي نقرين لهنا. هو طبعا لازم شي يصير، يصير مقابل هذا المستطيل اللي انا مسويه، فلازم شو اسوي؟ لازم اخليه هنا تقريبا، ما عنده مشكلة يعني بالاتجاهات. فشو اسوي؟ انا عندي هاي الاسهم موجودة، هاي الثلاثة، هاي الثلاثة اقدر استفاد من عندهن. اجيبهن وين؟ اسويهن كوبي، اسويهن كوبي، اجي انقلهن وين؟ انقلهن لهنا. شو اسوي؟ اقلبهن، خليهن لفوق بيمن بالمرار، هاي بالمرار، اشرهن كليك ايمن هنا. انا شو اقول له؟ ما اقول له نو، اقول له يس حتى يمسح لي القديم. اوكي، وش اسوي؟ اجي اجيبهن هسه هذني، انقلهن بالموف، احركهن وين اخليهن، اوخر الاورثو حتى اتحكم بهن وين اخليهن هناني. هسه لو نلاحظ اول واحد ناخذه راح يثبت هنا، بس بقى عندي بس هاي الزوائد امسحها اللي موجود عندي. هذا اللي بيمن بالترن ثلاثة راح يرفع. اوكي، فصار عندي هاي ثلاثة. هسه هذا السهمين هم اكمل هم طول عندي موجودات. السهمين هسه لو تلاحظ يشبهن هذني، بس وين لفوق. فهم اجي هذني انقلهن، اقول له كوبي، انقلهن وين؟ لهنا. زين، اجي الدور شو اسوي؟ بالمرار اقول له ميرار، بس شنو؟ منين؟ من النص، من النص احركه من النص، افعل الاورثو حتى يجي عدل. هنا انا هم اقول له يس حتى شنو؟ حتى يختفي القديم. هسه لو لاحظ انه مش اتحركن، فبالموف شو اسوي؟ اجي انقلهن مره ثانيه. اوكي، فصار وين؟ لي فوق. هسه تقريبا تمام حتى شكلهن. اوكي، بقى عندي هسه مستطيلين
هذا المستطيل الأول. يعني تقريبا اوكي، حتى لو نكبره شوي. شوف صاروا تلاحظون انه التكبير يصير عندي بهالشكل هذا، ما عندي مشكلة. اوكي ما يأثر، اكبره بهاي الصيغة بعد شوي اللي جوا زين. هسه هذا مستطيل عندي، خلينا نعيده افضل لانه ما جعدل. اروح مرة ثانية مستطيل، اوكي هسه هذا زين. اكو مستطيل ثاني لازم صفي بالكوبي تلك اليمين، اجي وين اخليه هنا، صار عندي مستطيلين زين. عندي اسهم وين اللي فوق، هذا نفسهن عيدهن، هذا الاسهم اسوي له كوبي، خلقلهم وين اللي جوا تقريبا هنا زين. ايش عندي بعد دوائر، عندي دوائر اثنين ارسم الدوائر تقريبا، راح شلون يصير حجمهم لا خلني اكبرها شوي هذه تقريبا شوي حتى لو اكبر بالموف، اجي انقله خلي وين بالطرف هنا بالكوبي اسوي له واحد ثاني بس صار عدة اثنين هذني. الاسهم هم عيدها مرة ثانية هذني هم بالكوبي انقلهم وين على الدائرة. هاي صار عندي اسهم. هذا المستطيل نفسه او لا مستطيل اخر شوي اقل اقل من هذني، اجل المستطيل يعني تلاحظون اغلب الاعازات يعني متكررة، يعني ما عندنا مشكلة بيها. فتقريبا هذا هاي عندي من هنا لاين ينزل لي جوه ولاين ثاني يجي شوية يتحرك ويرجع بهالشكل هذا وين لهنا، خليه يوصل لهنا زين. وعدي هذا المستطيل هم كذلك زين. هذا اللي عنده سهمين، السهمين اجي استفاد منين من هذا اني اسوي لهم كوبي انقلهم وين اللي هنا ادورهم بين بيمن بالروتيت، عندي روتيت هاي فشلون ادورهم، ادورهم مثلا اجي هذا اي هالشكل هذا الدوران، اجي الدور انقلهم هنا اول واحد انقله عدل والثاني اتحكم بيه بعدين ما عندي مشكلة. اوخر هذا الاورثو، اجي اول واحد اخليه بالمكان اللي اريده اني هاي هنا، وهذا الثاني نقله احركه بالموف زين. بعد عندي هذا المستطيل الكبير هم اجيبه اخلص من عنده، هذا تقريبا بهالشكل هذا راح يصير عندي زين. هاي الاسهم لو تلاحظون هم مشتركة، هم هذا نفس السهم اجيبه وين على الدائرة، اقول لك هوبي نجيبه وين هنا على حافة الدائرة، واكو واحد مقابل اليه بالجهة الثانية، فاقدر اما اسوي بالمرار يعني اجي مثلا هنا وين بالنص هاي هنا، حتى لو ما اجي عدل انا اتحكم بيه اقول له نو هنا اقدر اتحكم بيه وانقله اقول له موف. هاي صار هنا عندي. هسه ايش بقت عندي، هسه بقى عندي هذا بالنص هذا اللي هو شنو شو اعتبر كم طلع بي، 1 2 3 4 5 6 سداسي، يعتبر سداسي. فاروح وين هنا للبوليجون، ايش اقول له يختار عندي عدد الاضلاع، فايش اقول له الاضلاع 6 6 شي يقول لي، يقول لي سنتر او بوليجون، وين السنتر تريده، هذا السنتر
هذا سنتر او بوليجون. شي قال لي، قال لي ان سيركل او سيركل، خلني اقول ان سيركل. وين السيركل اللي تريدها انت؟ طبعا خلنا افعل الاورثو حتى اتحكم بي. شوف شلون، هسه اريد اني هتشي هتشي اريده زين. شلون بالله، خلني كبره شويه، بعد شويه اي تقريبا هتشي. فصار عندي هذا البوليجون. بعد الاقطار مالته عندي كم قطع؟ عندي واحد، خلنا احنا لازم نوخر الاورثو. هذا واحد، هذا عندي اثنين، هاي قطرين، هذا عندي قطر ثالث. اوكي صار عندي 3 اقطار. هسه تقريبا كملنا الرسم كله. ايش بقى عندي؟ بقى عندي الكتابة. الكتابة، الكتابة انتم تعرفونها دائما من هذا التكست اللي هو الاي. يعني هسه هاي اقدر اكتبها عادي، اقدر هاي البقية. بس شنو بقت عندي هنا؟ هاي رموز، هاي رموز يجوز ما تعرفولها، اللي هي البيتا والالفا. هاي شي يسموها الرموز اليونانية. فلو نجي مثلا هسه هاي العبارة اريد اكتبها اني، اللي هو سي سي بي بي اكسس كرنت كنترول كنترولر. فاجي من اجي للتكست اقول له هذا مثلا ملتيبل تكست. اجي احدد التكست اللي اريد اني اكتبه مثلا هنا أنا. هذا البوينت 2. هسه خلنا نكبرها بالله، خلنا نسويها مثلا 2 2 فرضا 2 الكتابة. يعني راح اكتب 2. فخلنا اكتب اني طبعا حوله انجليزي الكيبورد، اكتب سي كابيتال، سي كابيتال. خلنا نكبرها شوية حتى تصير عندي واضحة. سي كابيتال، سي كابيتال. وهاي بي كابيتال موتشي سلاش زين. ايش عندي بعد؟ اكسس كرنت كنترولر، اكسس كرنت كنترولر. اوكي هسه واحد يقول هاي شو تختلف هاي عن هاي؟ هسه نجي اول شيء نتحكم بالخط مالتها، نقرا عليها نقرتين، نظللها. نجي المل الكتابة، الكتابة هاي اثنين قبل شوية اثنين اخذنا بس ما اخذت الظهر، بس اخذتها اثنين صارت كبيرة. لا اثنين هواية. فارجع شو اسوي؟ اثنين مثلا احولها المل الى واحد، يعني تقريبا واحد. اوكي حتى لو مثلا 1.2، خلينا نقول 1.2 حتى تجي تقريبا مثلها 1.2، يعني تقريبا هسه تمام. هسه هاي وحده زين. هسه هاي البيتا مو مثل هاي البي، فشو اسوي؟ اجي اوقف على طبعا اقرا عليها نقرتين، اجي اختار البيتا. شنو نوعية الخط؟ هنا أنا اريال، لازم شنو اروح وين؟ للسامبل. اكو عندي سامبل اس واي ام او سامبل، وين الاس؟ طبعا لو عندي بحث كان قبل اكتب بس حرف الاس يطلع لي السامبل اس واي. وين الاس واي؟ هاي اس، هذا سامبل. طبعا شنو هسه طلعت لي هيجي، فالمفروض شو اسوي انا؟ ارجع مره ثانيه. بس انا اختاريتها، انا قبل شوي ما اخذها بي كابيتال، فلازم شو اسويها؟ بي سمول. من سويتها بي سمول اخذ بيتا، صح؟ نفس هاي البيتا زين. هسه واحد يقول لي شو هاي مو مثلها؟ مو هاي، انا اقول لك هاي شو مسوينها. هسه ارجع اختارها اسويها لازم ايتاليك هيجي زين. هنا انا هم نوعيه الخط. هسه هاي البيتا انتهينا معتها. نوعية السي والهاي طبعا هم راح اختار. اكو عندي خط يسمونه تايم نيو رومان، تايم نيو رومان. وين بحرف التي؟ لازم انزل لجوه. شوف لا تلاحظوني جاي يتغير، جاي يتغير نوعية الخط. فنختار انا تايم نيو رومان، هو هذا. هسه هذا اللي بالضبط جاي مثل هذا. يعني انا مو مهم عندي هاي نوعية الخط وهاي، بس القصد. فهاي لو اريد احتفظ بيها واقول له شوف اكو عندي هنا ماتش، ما يحتاج بعد مره ثانيه اروح وادور على الخط. اقول له ماتش، يقول يا هو الماتش، اقول له هذا. شوف اختاره، بس هو مو ايتاليك، لازم شنو حوله المن الى عادي، فطلع لي هذا نفسه ضبط. اوكي هاي شنو؟ هاي الاولى. نجي المن للثانية، هاي الثانية هم اقول له شنو؟ كوبي. هاي كوبي، ونزله وين؟ اللي جوه.
نفسه هسه نقلته، بس هنا مو سي سي اي بيتا، سي اي هنا الاي شنو معناها؟ ها طبعا هنا البيتا متكررة، البيتا متكررة، فهاي البيتا لو نرجع لهنا مرة ثانية، هاي اجي انسخها، اجي اقول له مثلا كوبي، واجي لهنا شنو اقول له مثلا بيست، شوف تكررت كات، اجت هنا هاي شوي ارفعها زين، وكذلك هاي هنا هسه هنا عندي هنا مو بيتا، عندي الفا، عندي هذا الرمز الفا، فايش اسوي اني؟ اجي هاي مجرد انه اوقف عليها، وانا اصلا ما اخذ سامبل فما عندي مشكله، بس البي اسويها شنو؟ اي كنترول زد هنا لانه عربي لازم احول انجليزي، شفت التو شفت، واقول له شنو؟ اقول لازم احول، قلنا التو شفت تحول انجليزي، اقول له حرف الاي، بس الاي بس الاي بس هنا لانه كابيتال فلازم شو اسوي؟ احول المن الى سمول، شوف حولناه الى سمول شنو؟ اخذ الالفا، هاي الالفا اللي موجودة عندي ومكررها هو نفس الشيء، هم كوبي بيست، كليك ايمن كوبي، اجي وين الدور اخلي الماوس هنا اقول له شنو؟ هنا بيست، اخذ اشوف واسوي فراغ بيناتهن، فهاي فالبقية كلها نفس الشيء، فما يحتاج نضيع وقت بيها ونرجع نكتبها. مثلا هسه هاي الدبليو، هسه مثلا هاي دلتا اوميجا ام، هاي منين جاية؟ هسه نجي هذا نفسه التكست، اجي شو اسوي؟ اسوي له كوبي كله، اسوي له كوبي سيلكشن، اجي اخليه هنا تكست، فما يحتاج بعد اكتب مرة ثانية. هسه مثلا هاي دلتا اوميجا ام، منين جاية هاي الدلتا؟ شوف هسه هاي انا ما احتاجها، الدلتا هي جاية منين؟ جاية من نفس السامبل اللي هو يا حرف، حرف الدي، عندنا الدي احوله طبعا انجليزي، اكتب دي طلعت لي هاي الدي زين، اذا كابيتال شيفت 2 دي، شوف طلعت لي دلتا، هاي الدلتا زين. الاوميجا منين جاية؟ جاية من دبليو، شوف طلعت لي دلتا اوميجا زين. الام، الام لا الدور هاي شنو الدور؟ ما اروح لهذا، هذا الغي كله الغي، اروح وين الدور؟ لهذا التايم نيو رومان، تايم نيو رومان، لانه هو الام ما حصلها بس التايم نيو رومان، فش اقول له؟ اقول له ام، الام، وهذا البقية كله امسحه. الام شلون صايره؟ صايره على شكل ايتاليك بالشكل هذا، طبعا هاي اذا اريد اضبط يعني فيت مثله، وحجمها صغير فشني اصغر الحجم مالته، بس الام ايش اقول له هنا؟ هنا بمكان 1.2 ايش اسويها مثلا؟ اسويها مثلا 0.5 زيرو، شوف هنا انا اخذ الكتابة، بينما هو لازم علي على حجم الخط، فارجع اكتب 0.5 بالكيبورد وانقر هنا بعد، خلنا اصغرها بعد اكثر، مثلا اسويها شنو 0.2، ها هو راح سوى هنا هسه كانما كلها صغرها، وهذا الشيء مو صحيح، يعني حتى صغر للدلتا والدبليو، فلازم ارجعها لحجمها الحقيقي اللي هو 1.2. اكو عندي شغله تفيدني هنا شو اسوي؟ هاي طبعا ارجعها، او هذا الفراغ الغيه، او خلي الفراغ ما الغيه، هاي اشرها، اكو عندي هاي الاكس 2، شوفوا هاي الاكس 2 هاي كلش مهمه، هاي الاكس 2 شوف انقر عليها، صارت شني؟ صارت هاي كانما جوا، كانما صارت شلون الاكس 2، يعني اذا اريد اكتب اكس وجواها 2 صغيره، فهاي سويها نزلها لي جوا، بس هي المشكله مبتعده ليش؟ لانه طبعا اختلف الخط عندي نوعيه الخط، فالمفروض ما تبتعد هالشي البعد هذا، بس على العموم يعني بهالشكل هذا دلتا ام دبليو، طبعا هاي اجيبها الدور لهنا، هاي لو تلاحظون التكست لازم اصغره، اسوي هيك شيء
أرجع مرة ثانية شوي، هذا أصغره خليه يوصل لهنا تقريبا، ودور أبدأ حركة بالموف وين باتجاه الشغلة اللي أريدها أني. فطلعت عندي هاي شنو دلتا ام دبليو، وهمشي نفس الشيء بالنسبة للدلتا دبليو، وهكذا بالنسبة لبقية الرموز الثانية أقدر أرسمها براحتي، ما عندي كل مشكلة بيها. هسه احنا ننهي محاضرتنا لهذا الحد، وإن شاء الله هم أكو محاضرة ثانية نسويكم بها رسم دائرة ثانية، اللي هي مثلا شنو يا هو اللي هو مثلا هذا اللي هو هذا الرسم، هم نعلمكم شلون نرسم هاي، بس هاي يعني بس الشغلات الأساسية، وهاي شلون نرسمها، والبقية سهلة بس مجرد لاين يعني ما عندك كل مشكلة بيها، بس على مود شنو تتجاوزون الصعوبات اللي موجودة عندكم. وننهي محاضرتنا بهذا القدر لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.